كيف شاهدت الاداء والنتيجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء مبارك الجمهور الزهراء هذه النتيجه وهارد لك الى نادي زاخو. قدمنا مباراه ممتازه يعني من بدايه المباراه لنهايتها، تكللتها تقريبا بسبع فرص، اربعه بالشوط الاول وثلاثه بالشوط الثاني. الشوط الاول يعني ضاعت من عندنا فرص من علاء عباس وايضا من علي يوسف. الهدف كان هدف الاطمئنان اللي هو كان في بدايه المباراه دقيقه 18، خلى شويه الفريق يلعب برياحيه. ما شفت فت فرصه يعني خاطره خلال الشوطين وانا مسجلها في ملاحظاتي لفريق نادي زاخو، كان سيد المباراه نادي الزهراء، وبالاخير يعني تكافئنا بهذه النتيجه الايجابيه. بالبدايه مبروك للجميع، مبروك نادي الزهراء، مبروك للجماهير، مبروك للاعبين الكادر التدريبي. يعني بعد الحقيقه يعني تقدر تقول المستوى امام الجوله الثانيه امام نادي الشرطه، يعني حقيقه الكل يعني كانوا يطمحون ان يطون الصفحه من خلال مباراة اليوم. الحمد لله والشكر، خصوصا بالشوط الاول يعني حصلنا اكثر من فرصه محققه نتيجه واداء. نطمح ان شاء الله بالمباريات او بالجولات السابقه نكون افضل، لان تعرف نادي الزهراء دائما ما يكون رقم صعب، دائما منافس حقيقي للدوري وكل البطولات هذا الموسم ان شاء الله. شاهدت مستوى الدوري الغالي؟ يعني الحقيقه يعني انا واحد من الناس فرح. هذا الدوري مختلف عن دوريات السابقه، لان انت تعرف الملاعب تكون ارضيه صالحه للعب، تقدر انت تطي طالما انه اكو مواهب واكو لاعبين بالعراق. الحمد لله ايش كانت بالنسبه لي هذا الموسم مغاير كل المواسم. ان شاء الله يا ربي انه احنا نساعد نفسنا بحيث يتطور الدوري العراقي ويكون بالمستوى المطلوب. ما يحتاج لنا، بس يحتاج لنا انه احنا كلاعبين نكون رتم احسن، مستوى افضل، نطمح هذا الشيء ان شاء الله، وان شاء الله يا رب يستمتع بالكل. الحمد لله الاداء جيد، اللاعبين قمنا بلعب واحد مباراه جيده، كان واحد انضباط داخل رقعه الملعب، بالانسجام نولف بعضنا بعض، الحمد لله المدرب اعطانا التعليمات اللي قدمناها بواحد الشكل كبير. كنشكر الجماهير اللي ساندتنا هذه المباراه هذه، وكنتمنى من الله اننا يساندنا بباقي الدورات ان شاء الله باش نحققوا المبتغى ان شاء الله. ما شاهدت ان الشوط الاول نادي زاخو وكل اللاعبين ما كانوا بادائهم الحقيقي، الشوط الثاني قدرنا انه نصلح بعض الاخطاء، كذلك غير النظام اللعب، استطعنا انه نسجل هدف، لكن شوي استعجال اللاعبين وخبرتهم يعني ما خلتهم يعني يقدرون يسيدون الشوط الثاني، رغم احنا تقدمنا والتعبئه النفسيه صارت لنا. رغم هاي عندنا اخطاء يعني كثيره لبعض اللاعبين، لازم نراجع نفسنا وان شاء الله القادم افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد الحمد لله، نقول الحمد لله على كل حال. اكيد فريق الزهراء فريق كبير، بس الحمد لله ادينا اللي علينا، هاي كره القدم فوز وخساره. ان شاء الله اللعبات الجايه نعوض وان شاء الله نحقق الفوز. ابو حالوب حياك الله في برنامج كوره. الله يحفظك. ما زلت تحن؟ اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من زمان انا هذا الموضوع، يعني نادي الزهراء يمكن وايد حدثنا به، يعني هذا الفريق من زمان عشقه يعني، بالاضافه الى جمهوره الحبيب يمكن تربطنا بهم علاقه طيبه، وكادر تدريبي ولاعبين كلهم اصدقائي زملائي، وعلى طول يعني اشاهدهم بالتلفزيون او اجي اذا شفت موجود بالضبط. الكواليس اكو لهفه بداخلك، حتى اكو تفاعلات تقدر يعني خارج الامر. يعني تعرف يعني نادي الزهراء، شوف انا من كنت امثل نادي القوه الجويه يعني مسجل عليهم مرتين، يعني ما يمنع بان انا العب للفانين اللي ارتديها اي فريق، يعني حتى لو ذاك كنت ضد الزهراء العب للفانين، بس انا يعني حب كبير للزهراء. حتى بعد المباراه يمكن قبل ساعه خلصت المباراه. اي والله قبل وجهد كبير قبل خلصت جيت. اي والله قبل جيت يعني حتى اشاهد المباراه. زين وضع النجف شنو؟ يعني تعرف احنا يمكن جمهور النجف هذا الحبيب الوفي اللي ساند الفريق على طول، يمكن صار ثلاث مباريات، يمكن مباراه نفط الجنوب ادينا، حتى هاي المباراه ضيعنا فرص، يمكن باستثناء مباراه الجويه كنا غير جيدين. عتبهم علينا وحقهم، نتمنى وقفتهم ويا اللاعبين مساندة الفريق، وما ادري انا صارت ما ادري اصير هجمه. يلا قد اشرها ف
نتمنى ان يسامحونا، يعني اذا قصرنا بواجبنا، بس هذا حال كرة القدم. نتمنى يكون مساندين الفريق حتى نرجع لسكة الانتصارات ان شاء الله. كابتن، بالبداية الحمد لله على سلامتك. الجمهور يتساءل عنك، شنو وضعك الصحي؟ أول شيء السلام عليكم. الحمد لله، أنا يعني هسه يلا أتكلم شوية دكتور. أنا يعني عندي ردود بالعضلة، إن شاء الله بعد لي 3 أيام حوار اليوم الرابع أدخل مع الفريق، وإن شاء الله أنا جاهز إن شاء الله. أشوف أحاول إن شاء الله المباراة الجاية يعني أكون جاهز مع الفريق. اليوم الكل أشاد بلؤي خلال المباراتين القادمتين، ماذا تعد لجماهير الزمالك؟ والله بصراحة يعني أنا أقوله وأعيد أقوله، جمهور الزمالك يعني عليهم فضل علي كبير، لأن الوقت اللي كل الفرق خلوا على لؤي العاني، فجمهور الزوراء ونادي الزوراء احتضن لؤي العاني. انا بصراحه هذه كلمه للامانه يعني، فان شاء الله انا اوعدهم ان شاء الله، لان انا احس بنفسي مرتاح، فراح انطيهم ان شاء الله الاحسن. انا بعدني ما قدمت اي شيء بالنسبه لي كرأي شخصي، بعدني ما قدمت اي شيء بنادي الزوراء، بعد ان شاء الله اللي جاي افضل من اللي فات ان شاء الله، واحنا لازم نحقق لهم انجاز بهاي الموسم ان شاء الله. مبارك لأم الزوراية وهاتريك جمهور زاخو، ألف مبروك. واليوم كان الأداء زين، بس بعد أكو لواعي بيوم شوية عدل التشكيلة، وإن شاء الله البارك لذول لواعي برجعوا سعد وأنس مالك، وإن شاء الله الفوز، وإن شاء الله نرجع للصدر. هذا الزوراء مو تقول قدام الشرطة نوقع، عم نوقع عن نادي الزوراء. الزوراء إن شاء الله دورة للزوراء. أول شيء السلام عليكم، أداء ممتع اليوم إن شاء الله الفريقين. هذا الأداء إحنا كنا ننتظره بلعبة الشرطة. بلعبة الشرطة كان التردد من كابتن ايوب، لعب دفاعين ما لعب هجومين، اليوم لعب مهاجمين، على يوسف استغل على عباس قام يدخل بالعمق، قال هذا احنا نريد من الزهراء، ان شاء الله توفيق من الزهراء. والله نقول الف مبروك، اداء جيد حلو، خوش لعب اليوم. مبروك. مبروك الجماهير الزهراء، اليوم على عباس قدموا ولعيب قدموا، واليوم زينين. فرق حرامه والبايع عجب يشيل. هو غاضي. شلونك؟ مبروك على الزوراء 2-1. عدان درجال قال كفار، وين الفار؟ مو قال كفار؟ شو ما كفار؟ قال ملعب الشعب والميناء ملعب الزوراء، مو صحيح؟ بس راح نقول له الله وياك. والله اتمنى كل اتفق الزوراء، هذول امو ابوي، اذا ما شو ما ارتاح هذول، والله اجي ارجع من الشغل قبل الملعب، والله مخبر ما الزوراء مخبر. زورا 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 غير ما نحب، زورا 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 غير ما نحب. ألف مبروك للزعيم، مو جديد الفوز علينا، بس أكون مولدة بالملعب مني شغلوها، يعني الدق بالراس، يعني بحجم الزورا وملعب جديد، مولدة كاتم ما عندهم مولدة كاتم. ونبارك للأمة الزورائية وفريق الزورا والكابتن أيوب واللاعبين، ونشكر اللاعبين على هذا المستوى الراقي وكابتن ايوب، والتوفيق ان شاء الله لنادي الزوراء. السلام عليكم، الف مبروك لامه الزوراء. عدنان دجال رايحين ليجا الاسباني، الليجا يريد يتعاقد وياهم، وفار ما عنده، شوي يطور باللعب وفار ما عنده. سلامه زوراء بالسلامه، بالسلامه بالسلامه الى جمهورنا وادارتنا ولاعبينا. الحمد لله يعني هي اول مهم لثلاث نقاط، الشوط الاول كان قمه بالاداء، الشوط الثاني جتنا فرص ما استغليناها. الحمد لله احنا اليوم هذا دوري، انت كل ما تجمع نقاط بي وتوصل بي للقمه وتبقى انت متصدر، هي المهم ثلاث نقاط. عندنا اخطاء بسيطه صارت في المباراه، بس ان شاء الله بالمستقبل نصحح الاخطاء. فريقنا شبابي، فريقنا لاعبي المنتخب، عندنا لاعبين عندهم امكانيه، بس ان شاء الله المرحله القادمه هي تصاعديه بالدوري ان شاء الله. المباريات والتوقيتات بالتاكيد احنا كل الرابع وخامس يعني تعرف اصابات تصير عندك، يصير عندك جهد اراده استشفاء اللاعبين. نقول الحمد لله، نبارك جمهورنا، ان شاء الله القادمه افضل ان شاء الله. مبروك اللاعبين الابطال، قدموا مباراه كبيره، هاردك فريق الخصم، مبروك للكادر التدريبي، مبروك للاداره، مبروك للجمهور اللي ازرنا طول المباراه. احنا كلاعبين نطمح نقدم الافضل حتى نستمر بهذا النتائج الايجابيه. الحمد لله والشكر على الثلاث نقاط. تدري بدايه الدوري دائما عليك ان تحصد نقاط بعيد عن المستوى، الحمد لله والشكر مستوانا يعني يطمئن بان نستمر بالدوري ونبقى مصدرين الدوري. كل اللاعبين
مبروك لهم ومبروك للكادر التدريبي ومبروك للجمهور. ان شاء الله بالمستقبل نحاول نطور نفسنا علينا سهل المباراه نفكر بالمباراه القادمه. اهم شيء الفريق يحقق النتيجه والاداء المرضي. الحمد لله والشكر قدرنا نحقق 3 نقاط مهمه امام فريق محترم صعب صراحه. فريق كربلاء من الفرق المحترمه قدموا اداء جيد، لكن الحمد لله والشكر قدرنا ناخذ 3 نقاط وان شاء الله عازمين على صداره الدوري. تعرضت الى اصابه، ايش تطمن عن وضعك؟ لا ماكو شيء، ان شاء الله شد بسيط، صار لي هواي مبتعد وهسه رجعت الحمد لله والشكر. اللي يطمح عليه محمد قاسم في هذا الموسم؟ اكيد حصد لقب الدوري ان شاء الله، وهذا ما يجي من فراغ على جميع اللاعبين، كادر تدريبي، جمهور، اداره، ان نكون ايد واحده في سبيل تحقيق لقب الدوري. الحمد لله والشكر، فوز 3 على التوالي. فريق كربلاء فريق جيد، هارد لك له الحمد لله وشكر، قدرنا نطبق خطط واجبات الكادر التدريبي والحمد لله وشكر قدرنا الشوط الأول نستغل بهدف، رغم الشوط الثاني ضيعنا فرص بس الحمد لله وشكر قدرنا نحافظ على النتيجة 1-0. لا بالعكس، كوقت وكأجواء وكملاعب هيك يعني أشوفها أنا بالنسبة جميلة، ويتمنى أي لاعب يتمنى يمكن يلعب هيك أجواء. وهاي الحمد لله والشكر اليوم فريقنا قدم مباراة جيدة، يعني رغم الهدف اللي جاء عكسي أعتقد صح فريق الجوية ضغطونا بس بعد الهدف فريقنا انفتح الحمد لله، قدرنا أن نوصل يعني المرمى الجوية أكثر من مرة، ضاعت فرص بس أنا أعتقد يعني اللاعبين بعضهم يعني راد بعض الخبرة اللي بالملاعب تشو مباريات، بس إن شاء الله نقول فريقنا إن شاء الله راح يعني نحو الأحسن إن شاء الله. وشي نشكر قناتكم تواجدها هنا في ملعب الشعر، تعرف احنا نلعب مع فريق كبير مع فريق القوى الجويه، واحنا ان شاء الله اليوم قدمنا مباراه تليق باسم كربلاء، واغلب اللاعبين هاي ان شاء الله احنا هاي الفتره ان شاء الله مستوانا يكون تصاعدي، احنا بالدوري لعبنا مع الطلبه هاي الجويه، ان شاء الله المباراه القادمه نقدم مستوى افضل. الحمد لله والشكر على هاي المباراه، على الجهود اللي قدمناها اللي قدموها الشباب، هذا طبعا هاي الجهود مشكوره. تعرف ذيك المباراه السابقه مرينا بوضع يعني يرثى له، كنا مو بوضعنا، لكن اليوم قدمنا مباراه يمكن شاهدها جميع الجمهور راح يشيدون بها. بعدنا ببدايه الدور بدايه الطريق، نحاول نصحح مسارنا، عندنا مباريات جايه خاصه بملعبنا، ان شاء الله نتوفق والقادم باذن الله. الاداء الحمد لله والشكر، احنا تعرف اول موسم بعد كنا بدرجه ثانيه، اداء يعني وضد القوى الجويه وشفت شاهدت المباراه يعني جاريناهم وهاجمنا الحمد لله والشكر. تعرف القوة الجوية اسم كبير ونادي كبير، خسارة يعني 1-0 الحمد لله والشكر، يعني مو نهاية المطاف، عندنا مباريات هواية والقادم أصعب وإن شاء الله تعويض بمباراة جاية إن شاء الله. صدارة بس أيوة، 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 صدارة الحمد لله وشكرا اداء ونتيجة، وان شاء الله القادم افضل واحسن بوجود لاعبينا الكبار، وان شاء الله نوعد الجمهور بجهود الاداره واللاعبين الصداره نهايه الموسم، وان شاء الله الدوري للجوي ان شاء الله. مبروك القوى الجوي، مبروك الاداره، ان شاء الله الصداره، هذا الفريق ان شاء الله دوري وكاس صداره تبقى للجويه، دوري وكاس هاي السنه، دوري وكاس. الف مبروك لهذا الجمهور، صار ذيك السنه عانينا معاناه ويا النادي عانينا، هاي السنة نشكر الكادر التدريبي، نشكر اللاعبين، نشكر هذا الجمهور ويا النادي، وين ما يروح ويا النادي، اريد بعد وبعد وان الصدارة ان شاء الله. هارد لك لفريق كربلاء، من افضل الجولات لعبها كربلاء هذه المباراة، فاكو لاعبين بعض اللاعبين خلي يرجعون مستواهم لان كربلاء لان هذا الشعار اكبر من عندهم، فاكو لاعبين هسه ما نقدر نذكر اساميهم بالاعلام فراجعوا مستواكم، اليوم كربلاء حرج القوه الجويه اخر 10 دقائق كان ند قوي للجويه وكلها شابت جويه خلصها كلها وقعات، فريق 14 مليار خلصها وقعات. علي سالم عندي نقطتين انا لك، بس نقطتين احكيها. نادي مليار ونص ينافس 11 مليار، نقطه راس سطر. هارد لك كربلاء اليوم عندهم مباراه كل الجميله،
مبروك الجوية. الحمد لله، يعني اليوم مبروك، يعني صار الفوز الثالث على التوالي، يعني قاعد نشوف فريقنا بتصاعد. أصعب مباراة إنه، لكن اليوم يعني إحنا كنا الأجدر، كنا الأحسن، إحنا نملك روحية الفوز، وبالفعل إحنا فزنا. مهارد لك لفريق الكهرباء، فريق مو سهل، فريق كلش قوي، يملك عناصر جيدة خاصة المحترفين، نتمنى لهم يعني بالقادم أفضل. الحمد لله، احنا نقول مبروك لجمهورنا لادارتنا على هذا اليوم الفوز والنصر، هو راح يدفع لنا الامام، راح نكون دائما ان شاء الله نحاول الحفاظ على القمه، وان شاء الله هو نظرنا هو كاس الدور ان شاء الله. لا الحمد لله، الحمد لله، احنا الحقيقه اللي يريد ينافس يكسب نقاط باول وقت باخر وقت، طبعا نحافظ على اهدافنا، رجعنا للخلف كلش عادي، يعني الفريق ما نقدر ننفتح بكل وقت، انت تسجل ترجع شويه تدافع، مره تطلع الامام، مره توازن حتى تقدر تخلص اللعبه، مره تهاجم مره تدافع، ما تقدر كلها تهاجم وانت عندك هواله تنفتح للخلف وصل عندك مشاكل دفاعيه. الحمد لله فريقنا يعني عازم ان شاء الله للمنافسه بالدوري، لان كل الفرق ما شاء الله كلها جيده، حتى فريق الكهرباء فريق جيد، ما نستهان باي فريق، توفيق من رب العالمين، نوبات رب العالمين يوفقنا على قد نياتنا، فريقنا شباب زين الحمد لله. سبب استقالة الكابتن مهدي كاظم؟ والله اعتقد سبب استقالة مهدي كاظم يعني اقوم فد مشكلة كانت يعني مادية وماكو فد، يعني ان شاء الله تنحل. ممكن عود؟ لا ان شاء الله، مهدي ابن النادي واخونا وصديقنا، شغلة يعني بسيطة تنحل ان شاء الله، باكر عقب نحلها. كادر تدريبي غياب مهدي اثر عليكم؟ لا طبعا، مهدي فنيا يفتهم، ومهدي يعني ما شاء الله يعني عقليته كلش حلوة، وبعدين زميلنا يعني يمشي ويانا، احنا ننتظر ان شاء الله باكر اذا عقبه ان شاء الله يدخل بالفريق. الحمد لله حققنا 3 نقاط مهمه عززتنا بسلم الترتيب، وهذا اجى النتائج الايجابيه دلاله على انه طبقنا تكتيك المدرب، والمدرب اللي بصمته واضحه على الفريق. نوعد الجماهير انه القادم افضل ان شاء الله، وان شاء الله من مباراه الى مباراه المستوى الفني ان شاء الله بتصاعد. نوعدهم ان شاء الله هذا الموسم موسم مختلف، ووجوه شبابية جديدة، وإن شاء الله ترجع الأنيق سابق عادة. مبروك الفريقنا الفوز، إدارة، كادر تدريبي، جمهور واللاعبين، إخواني ما قصروا الكل. هارد لك الفريق كهرباء، فريق يعني جدا رائع ومتميز بصراحة. مباراة كانت يعني صعبة علينا، ومباراة قوية، صح قدرنا نسجل هدفين لكن مضغوطين طول المباراة، طول وقت المباراة. انت من تفوز وتقدم مستوى باول مباراتين ثلاث، يصير ضغط عليك من الجمهور اكثر بعد، يريدون يعني المزيد من التالق والانتصارات، يطمحون لفريقهم دائما بالصداره، وهذا حقهم، لان ما شاء الله تشوف عندنا لاعبين يعني لاعبين شباب، عندنا لاعبين منتخب وطني، فيعني مو بعيد علينا انه نتصدر او نحافظ على الصداره او نفوز باي مباراه. مبروك، الدوري صعب، الفرق قويه قاعده تتطور، ان شاء الله يا رب نقدر نحافظ على الصداره من خلال تقديمنا بالمستوى والنتائج. عن وضع ضرغامه تعرض للاصابه. ضرغامه تعرض للاصابه بضلعه، اعتقد يعني شخصها الدكتور، ان شاء الله اليوم بالليل او باكر يروح يسوي فحص ويتاكد، ان شاء الله يا رب نتمنى له السلامه، وان شاء الله يقدر يشارك بالمباراه القادمه. اولا مبروك للفريق، وهذا للفريق الكهرباء، صراحه فريق الكهرباء من الفريق المميزين، فريق عناصرهم جيد الشباب. الحمد لله شكرا، يعني 3 مباريات فزنا على التوالي بالاداء والنتيجه، هاي المباراه بالاخص ان شاء الله اللاعبين ما قصروا، ان شاء الله نبقى على هذا المستوى ونقدم افضل وافضل في سبيل الجمهور وكادر تدريب الاداره. دائما ما الكل يشيد باداء دولفان من الجماهير، وحتى بالاونه الاخيره الكابتن نور صبري، ماذا تعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله شكرا، يعني كل شخص هذا رايه، واني اشكر كل واحد يشد دولفان مادي، وان شاء الله هذا يعطيني دافع اكثر اتعب نفسي في المستقبل. مع منو تتواصل خصوصا من الحراس الكبار؟ والله يعني كلهم زملاء واصدقاء وكلهم على راس. الحقيقه الفريق ما كان سيء، الفريق كان جيد. اغلب اوقات المباراه كان جيد جدا. ممكن بدايتنا كانت سيئه بعض الوقت، نفقد كرات، فقدنا هواي منطقه الوسط، استغلها فريق الطلبه تسجيل هدف. حاولنا نرجع الشوط الثاني ورجعنا بقوه، لكن الوقت اللي كان ممكن نسجل به ما سجلنا، يعني بالعمود قريب على الجول فرص ضاعت، تعاقبنا بجول عكسي من حاله فرديه. على العموم فريقنا قدم يعني مباراه جيده جدا، لكن فريق الطلبه فريق محترم، فريق يمتلك كادر تدريبي عالي، يمتلك
لاعبين جيدين. هاي كرة قدم ممكن تعطيك أوقات تستغلها، ما استغليتها ممكن تتعاقب، وهذا اليوم اللي صار. يعني بداية نبارك فريق رياض الطلبة، حقيقة فريق اجتهد، حاول، حصل على فرص وسجل. فريقنا اليوم حقيقة يعني ما كان بمستوى الطموح اللي كلنا نتأمله، يعني خاصة بالثلث الأخير وضياع الفرص. كنا نتأمل أن يكون مستوى الفريق وأداء اللاعبين أفضل من اللي يقدمون. على كثير من الأخطاء اللي حصل حقيقة، يعني مناولات الخاطئة الكثيرة، يعني كنا نتمنى أن اللاعبين الوسط يكون أكثر فعالية، لكن الحمد لله والشكر على كل حال. عموما فريق الطلبة فريق يعني لعب كرة قدم حلوة واجتهد، وبالتأكيد يستحق الفوز. علينا أن نراجع نفسنا إن شاء الله، بالتأكيد هناك مباريات كثيرة في القادم يجب أن نظهر بشكل أفضل. أكيد فريق طربة فريق من الموسم الماضي كان قدم موسم جيد، حاليا تم الاستعداد مثل ما قلت، قدم مباراة جيدة، كان أصلا يمكن الهدف على الرغم من تسجيل الهدف، صحتنا قبل تسجيل الهدف الطلبة صحنا فرص صراحة، بالإضافة إلى الشوط الثاني كمان صحنا فرص. يمكن يعني أغلب المباراة كان أصلا بس موضوع الهدف، حيازة كنا متسيدين المباراة، فريق الطلبة يمكن كرتين ثلاثة صحت لهم قدروا يسجلوا ويربحوا المباراة. مبروك أكيد لهم، هارد لك لنا. تعرف بداية الشوط الأول كنا مو بالمستوى المطلوب، صارت بعض الأخطاء وسجلوا علينا، كان علينا ضغط، لكن في الشوط الثاني قدرنا نعوض وقدرنا نعيد وضعنا كفريق احنا، لأن تعرف احنا متنظمين دائما، ما نكون بالمباراة متنظمين، لكن هواي ضيعنا العديد من الفرص، وبالتالي هي توفيقات الحمد لله رب العالمين. هم استغلوها بالفرص، كان فرصة استغلوها وسجلوا أهداف، الحمد لله والشكر، قدر الله ما شاء فعل. والله الحمد لله الفريق جيد، الحمد لله ثلاث أفواز، إن شاء الله القادم أفضل، الله يحفظ ثار أبو العقل، إن شاء الله الطلبة قادم بقوة لتحقيق اللقب الدوري. الحمد لله طبعا بجهود كل الموجودين، الإدارة المتمثلة بالدكتور علي حميد والكادر التدريبي، وطبعا الحمد لله يعني فريق يعني ما شاء الله يعني على المقاومات، إن شاء الله ناخذ الدور على الموجود، بس ندعو الجماهير كلها أن تحضر وتعازر الفريق زين. هذا اللي يقدر دوري الكاس إن شاء الله، ذكر الكاس إن شاء الله. هذا فوز مهم يعني ضد الكلابة، الكلابة فريق قوي ما قاصر لاعبينه هاي، وأنا أقول بارك الله للإدارة الجديدة وبارك الله للاعبين، ومن أحسن إلى أحسن إن شاء الله الفريق الطلبة. إن شاء الله أريد الجمهور يتوحد بكل اللعبات إن شاء الله. للجمهور اللي يغلط، يعني فريق فايز ليش تغلط على الإدارة، تغلط على المدرب، أنت فريقك فايز يا أخي ليش تغلط؟ ما أغلط. الحمد لله على الفوز، أهم شيء ثلاث نقاط، مثل ما بتعرف أنت مباريات راح تكون كلها صعبة، مباريات مهمة، ما بتفرق أي مباراة مثل الثانية، يعني كلها مباراة نص نقاط بالنهاية. بشكر إخواني اللاعبين، بشكر الكابتن أحمد باسل نجم المباراة اللي شال آخر فرصة، هو اللي ساعدنا بتحقيق الفوز. الحمد لله يا رب، بإذن الله القادم أفضل، وعلى جماهير نادي الشرطة الدعم دائم للاعبين إخواني اللاعبين سواء بالمباريات الكبيرة والمباريات الأصغر، يعني أتمنى التوفيق لإخواني اللاعبين، إن شاء الله المباراة القادمة تكون أفضل لنادي الشرطة. غادر المواس الجولة الثالثة. الحمد لله، هو بالنهاية فوز الفريق، بالنهاية فوز المجموعة، مثل ما قلت لك المو المواس اللي سجل هو نجم الفريق، بالعكس أحمد باسل هو كان نجم الأول بالمباراة. بالبداية مبروك الفوز لجماهير الشرطة، مبروك نادي الشرطة كلاعبين جاز في النادي، أكيد فوز جي 1-0 على فريق الديوانية، يعني هي صعوبة المباراة صارت بآخر خمس دقائق، تعرف الفريق الديوانية آخر خمس دقائق ما عنده شيء يخسره، خاصة الجول الفارق جول واحد تقدم الأمام، هي كرة القدم يمكن أهم شيء الفوز، قدرنا نحصل ثلاث نقاط. شوف رتم الفريق دائما بداية الدوري تصاعد، نتمنى نستمر بالنتائج الإيجابية حتى نقدر نوصل للصدارة مثل ما بدينا الموسم اللي فات نحقق له بالدوري إن شاء الله. بالبداية بارك الأخوان اللاعبين على المجهود اللي بذلوه، مبروك الكادر الفني والإداري والطبي بالملاك والهيئة الإدارية، مبروك الجماهيرنا اللي حضرت اليوم، الحمد لله والشكر. بداية موسم دائما ما يكون صعب، واليوم ممكن حالة صارت بالمباراة انه طرد اليوم، صارت اكو تغييرات بالفريق، اكثر من 4-5 لاعبين خمس مراكز، يعني الحمد لله مباراة كانت صعبة. يعني احب اهني نادي الديواني على الفريق هذا والروح الشبابية العالية اللي يمتلكوها، صراحة فريق صعب، لكن الحمد لله الاهم انه حصلنا وحصدنا ثلاث نقاط، هذه الاهم واللي تخدمنا ان شاء الله، واللي ترفعنا ان شاء الله بجدول الترتيب ونطمح للافضل ان شاء الله. اكيد اول شيء بهذه المباريات اهم شيء النقاط ثلاثه، الحمد لله فوز مهم اكيد بعد مباراه كبيره، مباراه الزوراء لعبناها بشكل كبير، هذه المباراه تجي صعبه شوي،
الحمد لله قدرنا نتخطاها بثلاث نقاط وهذا هو المهم. أول شيء أنا أشكر اللاعبين الأبطال اللي اليوم قاتلوا ولو مو البعض منهم، أكو بعض أساء إلى اسمه وإلى تاريخ الديوانية بالتجاوز على جمهورنا. أنا ما أسمح لأي لاعب كائن من يكون مهما يكون مهمته بالفريق أو أهميته. أشكر الجمهور اللي حضر واللي آزرنا رغم الخسارات قاعد يحضر هذا الجمهور، بس لكن هي كرة القدم وإحنا قاعد نشتغل حسب ميزانية، إحنا نعمل حتى نجيب هاي الميزانية. يعني أنا أتفاجئ إنه فريق بمليارات ونوب يطالبون يقولون إحنا ما عندنا دعم وما عندنا، مشكلتنا إحنا رواتبنا كلها 55 مليون إداريين وفريق، فإحنا هذا مو عذر، لكن إحنا قاعد نأدي كرة قدم حقيقية، ما قاعد نضيع وقت، ما قاعد نلعب كرات عشوائية. فهذا أول شيء قلت لك، أنا أشكر اللاعبين لأنه دائما هم يكونون بشكل صحيح ويطبقون الواجبات، لكن ينقصنا الحظ. احنا اقل شيء احنا طالعين تعادل ترى. كابتن، اللاعب علي حامد قدم اعتذاره من خلال وسيله الاعلام. خلص علي حامد اوت بعد ما يبقى. اي والله. انا كل شيء ولا هاي الامور. لا على الخصم فريق المنافس ولا على جمهورنا ولا على اي جمهور. انا صارت سوء فهم بينهم وبين باسم، انا اعتذرت لهم. وانا ايضا اعتذر الجمهور الديوانيه ومسحوه بوجهه. توضح لنا شنو اللي صار بالحاله؟ والله احنا فريق يعني انه كنا خسرانين وغلطت اكثر من كره حاله ورا حاله، انا شويه شدت اعصاب وتنرفزت، كان واحد من الجمهور ظل يصيح ويعيط، قلت له اسكت، كان هذا مشجع جعفر غلط على والدي، انا والدي ميت ما قدرت اسيطر على اعصابي وصار اللي صار. على هذا التصرف؟ لا لا غلط غلط، يعني كبير من عندي، المفروض كنت اسكت وبعدين انه احل هاي المشكله وياه. الحمد لله والشكر، مثل ما شفت قدمنا مباراه، قدمنا مستوى جيد لكن الحظ ما حالفنا. الشرطه استطاع يعني من فرصه سهله حصلوا نقاط المباراه. الشوط الثاني غيرنا اكثر من لاعب، لكن مثل ما شفت الحظ ما حالفنا، وان شاء الله بالمباراه الجايه نوعد جمهورنا ان شاء الله نقدم مستوى جيد يلبي طموحات الهيئه الاداريه والكادر التدريبي، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. مبروك الفريق الشرطه، مبروك الجماهير، هارد لك فريقنا. شفت كنت في الملعب وشفت حرجناهم باكثر من دقيقه. الشوط الثاني كله كان فريقنا، اعتقد الطرد اربك الفريق وغير حسابات المدرب. احنا كلاعبين يعني راضين على المستوى اللي اديناه، من تلعب ويا فريق متخم بالنجوم ولاعبين منتخب ايضا على فريق شبابي، فريق يمر بظروف جدا صعبه، هذا الشيء ايجابي. فريق كل مباراة يخسر بأخطاء فردية، فيجب أن تتعالج. هارد لك الفريقنا، مبروك للشرطة والقادم أفضل إن شاء الله. وش مهم للشرطة؟ الحمد لله والشكر، يعني الأم الشرطة يعني أهم شيء ثلاث نقاط، إذا أربعة وإذا ثلاثة وإذا خمسة المهم يعني، بس اليوم المستوى يعني كانوا يعني نشوة الفوز بعد ما زورا وتعبانين، والتشكيلة يعني نزل يريد يجرب عدد أكثر من اللاعب اللي كانوا قاعدين ليشوفون، لأن كلعبة مع احترامات الديواني هم فريق وقوي يعني جارانه ومش يعني اخر دقائق جاي يقول، بس الحمد لله اهم شيء ثلاث نقاط. جماهير حكوا على الفريق اليوم، هو الفريق اخذ ثلاث نقاط مع الشكو. صح مؤمن سليمان، اقول له اي لعبه لحد يستهزئ بالفريق، اي فريق كبار لا تستهزئ به، العب تشكيله اساسيه. شكرا. مبروك والف مبروك جمهور الشرطه، احنا ندرب اللعبه لان عندنا اربع لعبات الى خمسه جايتنا لعبات قويه، واليوم المدرب انا شكرا لين رايح بعض اللاعبين، والحمد لله والشكر اخذنا فوز وان شاء الله القادم افضل. اول شيء اليوم اداء مو ذاك الاداء اللي نريده، احنا ابطال دوري المفروض ما نفوز على الديوانيه 1-0، المفروض 5-6. وثاني شيء الفتنه اللي كانت بين جمهور الشرطه وجمهور الديوانيه سببها عنكوشي الشيطان الاكبر. وثاني شيء ناشد عدنان درجال لخلية الملعب كلش غالية، انا بالنسبة لي انا عندي بس غيره ما عنده، يطلع عماله 25 يجي يجيبها الملعب هنا يصير. علي سالم انت انسان فنان ومسالم، علي سالم اليوم طعم الفوز ماكو لان العنكوش ماكو عليه من نوس. هاي وحدة الجوية قاعد يزعجوني، يجون للبيت جمهورهم وهاي ترى صبروا بعد 8 جولات يلا نلعب وياهم. يا الرزق على الله. لا 8 جولات عندنا 2 قنبلتين موقوتين، محمد فرحان وابوي
هو بسام ابويا. اولا مبروك مبروك لنادي الشرطه وهارد لك لنادينا. اليوم نادينا قدم مباراه كبيره، اهم شيء عوده الروح، عوده المنافسه الشريفه بين جمهورين. انا اسميه شريفه لين ليش؟ لان المواسم السابقه دخل بها شخص، والشخص هذا الحمد لله والشكر راح، والله صفى النفوس بين الجمهورين وبين الناديين وبين ادارتين. وان شاء الله نتمنى توفيق نادي الشرطه وهارد لنادينا في المباريات المقبله. العاده واهم من نتيجه المباراه اليوم صلح بين جمهور الشرطه والديوانيه، وهم واقفين يمنا اخوتنا، فاحنا هاي الرياضه اللي تعلمناها، الرياضه تجمع ما تفرق، فالحمد لله والشكر. اليوم فريقنا ما كان بوضعه، يعني مو هذا الشرطه اللي نعرفه بصراحه، اليوم الرتم ما اعرف التشكيل غير، يعني مو هذا نادي الشرطه، لذلك هاي رساله للكادر التدريبي، احنا كل احنا يعني ثقه بكم، بس متعودين عليكم مو هذا يعني، ولا لاعبينا مو هذا مستواكم ولا هذا اداكم. شايل بيدك ورد؟ هاي اجتني يمكن اغلى هديه من جمهور الديوانيه واهل الديوانيه، تحياتي. هم ورود، هم ورود. الاداء الحمد لله والشكر، يعني فريقنا اليوم يعني قدم مباراه. هارد لك نادي الشرطة، نادي كبير، نادي معترفين، نادي يعني ملعب الشعب متعودين عليه. احنا نادينا حاليا المشاكل عندنا، مشاكل بنادي الديوانية ما حصل بأي نادي بالعالم، ناس ضد الجمهور، جمهور ضد الكادر التدريبي، جمهور ضد الإدارة المؤقتة، جمهور بيناته يتمالخ. احنا نريد نفس الرياض الحقيقي، ندعي كل رياضين الديوانية انه يجون ويتحدون ويوقفون للنادي. اعتقد يعني مبدئيا اعتقد المرحله الاولى كلها راح نلعب ملعب الزوراء، اللي لوحنا ملعبنا راح نلعب ملعب الزوراء، وخارج داخل ملعبنا ملعب الزوراء، وخارج ملعبنا ودنا نلعب خارج ملعبنا. يعني اعتقد راح ناجر طياره بالسماء ونظل نتنقل به، لان بعد هذه المباراه راح نروح الزاخو، بعد الزاخو نرجع لبغداد نلعب ويا الزوراء ببغداد، وراسا ننتقل نروح للنجف. يعني احنا جدا نعاني يعني بشكل مو طبيعي، اللاعبين دي مجهدين، كلش مجهدين. يعني اذا تلاحظ شوف، يعني احنا في اول مباريات هاي ثالث مباريات تشوف اللاعب دي يوصل مرحله انه يشنج. هذا التشنج مو نتيجه ضعف اللياقه البدنيه او اللود اللي يصير، لكن هي كثره التنقلات والمجهود اللي بذله 6 ساعات 7 ساعات بالسياره. هسه راح نخلص قبل راح نروح للسليمانيه، بعدها لازم ننتقل نروح لزاخو، زاخو 7 ساعات 8 ساعات عن سليمانية. يعني دنعاني، كلش دنعاني، يعني مع الأسف أنه من السبب هذه المعاناة؟ سببها إحنا وإدارتنا، وسببها إدارة سليمانية ومحافظة سليمانية. يعني ما مهتمين بالفريق، يعني اهتمام كفريقي مثل المحافظة ما مهتمين به. يعني كان من المفروض أول ما خلص الدوري العام المنصرم واللعب ماكو عتارتان، من المفروض يهيئون الملعب، لكن الان يوميه تاخرت المرشات، تاخرت المجاري، تاخرت الثيل. يعني كمبدئيا قالوا احتمال 5/12 تكمل الملعب. يعني انا مثل ما اقول لك المرحله الاولى ما نقدر نلعب ملعبنا. يمكن تشت المباراه اول دقيقتين سجل علينا هدف، استحوذنا على دقائق المباراه، وصلنا للهدف ما سجلنا. يعني الهدف جاء من خطا دفاعي، واحنا قبل المباراه يعني ركزنا الخلل وركزنا نقاط القوه والضعف فريق نوروز، بس هي حال كره قدم، استقلوا كره واحده سجلوا منعتها هدف وانتهت المباراه 1-0. اقول مبروك نوروز، هارد لك فريقنا، ان شاء الله الدوري طويل، الدوري به مطبات، وان شاء الله نعوض المباراه الجايه. اول شيء نبارك فريقنا نادي نوروز الفوز على نادي الصناعه، مباراه كانت جيده. بالشوط الاول ضيعنا اكثر من هدف، حصلنا هدف الاول يعني بالشوط الاول، الشوط الثاني تدري هو شوط يعني تكتيكي تبع كابتن ولي، المحافظه على النتيجه حتى نكون ضمن يعني الفرق المقدمه. مبروك نادي نوروز، هارد لك انه يمكن من اسوء المباريات عكس يمكن ما تقدمت به، يعني عندنا افضل من هذا المستوى، لكن هاي يعني يمكن ثالث مباراه على التوالي، يمكن مباراتين الاولى قدمنا اداء افضل من هذا الاداء، بصراحه استحقنا الخساره. لاعبين لازم يعني نعيد حساباتنا، يعني لازم نتحمل، مو كل الكادر التدريبي يتحمله صراحه. كادر تدريبي لاعب اللاعبين، اللاعبين احنا ما كنا على قدر المسؤوليه. قلت لك المفروض انه هاي المباراه نلعبها لنا بنفسنا، يعني بين ارضنا، الفريق يمكن بمستوانا، يعني كان ممكن انه 3 نقاط تكون من جانبنا، لكن مثل ما قلت لك يمكن ما حالفنا الحظ، ضيعنا فرص. انضباط تكتيكي من اللاعب،
مو عدم انضباط، لازم اللاعبين يشعرون بمسؤوليه اكثر. يعني الثلاث ادوار فاتت يعني ماكو عذر، ممكن اول دورين اكو عذر انه جاهزيه اللاعبين ما كانت بالمستوى المطلوب، لكن هاي المباراه الثالثه بارضنا مرتاحينها، كان المفروض انه نكون اجهز من هذا اللي ظهرنا به. لكن احنا مثل ما قلت لك لازم نراجع نفسنا احنا كلاعبين ونقادم افضل ان شاء الله، المباراه تقدم افضل من هذا المستوى. الحمد لله وشكر على كل حال. دوره طويل اكيد، ثلاث مباريات خسرناها لكن هذه مو نهايه المطاف. قدمنا مباراه جيده لكن الحظ ما حلفنا، قطعنا عديد من الفرص. ان شاء الله بالمباراه المقبله نقدم، لانه فريقنا فريق شباب جيد، كادر تدريبي جيد، لكن تعرف عدم التوفيق جاي من حالفنا. ان شاء الله نوعد احنا كلاعبين، نوعد الاداره ونوعد كل محبين هذا الصناعه، ان شاء الله المباراه المقبله نقدم بها اداء ونتيجه. جاي نقدم الاداء لكن تنقصنا النتيجه، ان شاء الله المباراه القادمه نقدم النتيجه والاداء. الحمد لله حققنا نتيجه ايجابيه، تعرف نتائج ايجابيه تخلي استمراريه بالفريق. نريد هذا الفوز للكادر التدريبي واللاعبين والجمهور. الحمد لله وشكر. الحمد لله وشكر. هاي الفوز ما اجى بفراغ، تعب وبجهد. احنا سافرنا اول ثلاث مباريات، سافرنا من بغداد الى البصره، من البصره لبغداد، من سليمانيه بغداد، يعني تعب سفر وهاي وهذا الجهد المبذول. الحمد لله وشكر، تكلل بالنجاح وهذا الفوز الثاني على التوالي خارج ارضنا. اكيد يعني اللي ينظر فريق نفط الوسط العام عن هالسنه اختلاف جذري بال يعني نوعيه اللاعبين. هالسنه نوعيه اللاعبين لاعبين شباب، العام ممكن كان اكثر اللاعبين خبره، اكثر ممكن يحسمون المباراه في اي وقت. احنا يعني يعلم الجميع انه اكثر من خمس لاعبين بالجانب الشق الهجومي غايبين بسبب الاصابات. اليوم بالمباراة من يظهر عندك لاعب لاعبين بالشق الهجومي انه مو بيومه، اكيد ما راح يعني تظهر بنتيجة ايجابية، رغم انه ممكن شوطن اللي شاف المباراة ممكن شوطن احنا يعني مستحوذين على المباراة. فريق المنافس فريق محترم، يعني غلب لعبتين، حقق ست نقاط ارضه وخارج ارضه. لكن من نشوف المباراة احنا الحمد لله كنا مستعدين المباراة، لكن الحلول بالامام كانت تنقصنا هي ممكن صانعين الالعاب ما كانوا بيومهم اليوم. نتامل ان شاء الله ممكن بعد الدور الخامس، يعني احنا الجهاز الفني مشخصين الموضوع انه بعد الدور الخامس راح يظهر فريقنا بغير حله بعد التحاق اللاعبين المصابين، اضافه ان انسجام الجانب الهجومي لان اكثر من اربع لاعبين ممكن الخط الامامي هم يعني مو من العام. ان شاء الله نتامل، عندنا ثقه باللاعبين اليوم. يعني نقطة احنا نعتبرها رغم انه فريق المنافس ملعب المنافس وتعتبر مباراتهم، لكن احنا يعني عندنا ثقة بجهاز الفني عبد الغني الشهد واللاعبين انه ممكن بأي مباراة ناخذ ثلاث نقاط. على العموم احنا ان شاء الله المباراة القادمة ممكن راح نعالج، شخصنا اكو امور، تعرف انت حتى الكادر التدريبي ممكن بعد ما حافظ اللاعبين ممكن يعني اكو متقلبات تصير بالمباراه، ممكن راح نحفظهم اكثر للاعبين، ممكن راح يكونون ايجابيين بالمباراه. صراحه دخلنا المباراه وكانت يعني رغبتنا وروحيه اللاعبين واندفاعهم وحرصهم وتدريبهم خلال الوحدات التدريبيه انه نقاط ثلاثه كانت حاضره وجسدت هذه الروح خلال المباراه. حساب الفرص اليوم انت شهادة الفرص، اعتقد اهداف سهله جدا، لكن احيانا التوفيق كره قدم توفيق. يمكن ما توفق المهاجم التسجيل مصطفى محمود انفراد تام، توفق الحارس علي كاظم ببعاته، سراج انفراد تام توفق للدقيقه 45 من الشوط الثاني، يعني دقيقه 90 اتكلم، علي قاسم مع الشبكه خلاص، علي كاظم خارج الهدف لعب علي قاسم، ما توفقنا نقول نقطة الحمد لله، رغم انه المباراة بملعبنا كان طموحنا هذا ينطينا يعني الفوز، اعتقد كان ينطينا الشخصية الحقيقية. لكن تقول بكل الاحوال انت الحمد لله واشكر نقطة من فريق كبير كفريق نفط الوسط اللي تعرفه دائما من الفرق المقدمة، يمتلك جهاز فني على مستوى عالي، إدارة محترمة، لاعبين على مستوى جيد، نقطة احنا قابلين بها رغم انه اليوم احنا خسرنا نقطتين. مباريات قادمة ربما تكون صعبة على نادي. أكيد جدولنا احنا صعب جدا، بس هو هذا الجدول، أنت تلعب ويا كل الفرق، تلعب ويا طلبة وتلعب ويا الجوية وتلعب ويا الشرطة، هو هذا يعني الجدول. اليوم احنا لعبنا مع فرق ثقيلة يعني مثل النفط ونفط الوسط، مباراتنا القادمة بعد أصعب، لكن أعتقد إصرار وروحية ورغبة واندفاع اللاعبين وتطبيقهم بالوحدات التدريبية الواجبات راح يعطينا ثقة ويعطينا شخصية، وإن شاء الله يبقى توفيق رب العالمين
ان شاء الله يعني فريق الحدود راح يحافظ على المستوى الظهري ان شاء الله. فريق الحدود فريق محترم، فريق جيد، تعرف فريق الحدود عاد من الدرجه الاولى الى الدوري الممتاز، مستمر بالمباريات اللعب، هذا لا يعني احنا كنا غير جيدين هذه المباراه. علينا مراجعه حساباتنا كلاعبين، كادر تدريبي قدم كل ما عليه ليعطينا الحلول، ليعطينا الواجبات، تدريب الجيد، كل شيء متوفر لنا، لكن علينا احنا كلاعبين نراجع حساباتنا. فريق نفط الوسط متعود دائما يكون بالمراتب الاولى، دائما يكون بالفرق المقدمه، مباريات مهمه عندنا قادمه يجب علينا نركز بها ونحقق 3 نقاط ان شاء الله. الحدود كان الاقرب للفوز. نعم حدود فريق جيد، خطرنا اكثر من مناسبه، مع ذلك فريقنا جيد دفاعيا، ب3 مباريات ما استقبلنا اي هدف، علينا التركيز في المباريات القادمه ان شاء الله. تعرف الفريق قاعد يقدم يعني مباراه ورا مباراه، بس تعرف نحس يعني قاعد يحالفنا، ان شاء الله للمباراه القادمه نعوض. تعرف فريق بعده يعني ما منسجم، لاعبين جدد يعني على الفريق، وان شاء الله نقدم بعده. اليوم 3 مباريات، ايش وقت راح يكون الانسجام؟ يعني بعد تعرف اللاعبين جدد بعد يعني بعده انسجام ما صاير. يعني ان شاء الله ايام قادمه والمباراه القادمه تعرف بدايه الدور انت بعدي، وان شاء الله الانسجام موجود. الحمد لله وشكر على كل حال. اتوقع يعني اعتقد 7 نقاط من 3 مباريات اعتقد جيده، بالرغم من اليوم يعني اعتبر نقطتين راحت من عندنا، يعني الفوز كان بالمتناول. صح نفط الوسط كان حائز على الكره يعني الحيازه عنده، لكن الفرص اللي ضعناها فرص محققه للتسجيل، وكان ممكن نطلع ب3 نقاط، بس تبقى نقطه من نفط الوسط. فريق جيد، نقطه جيده اعتبرها. طبعا مثل ما تعرف المباراه بملعبنا ونقطه من ملعبنا يعني اشوفها انا سيئه، بالاضافه الى ذلك احنا كان وضعنا يعني ممتاز بالمباراه لحد اخر دقيقه. تعرف يعني متغيرات بالفريق يعني تقريبا الى 8 لاعبين يعني جدد خلال هذا الموسم. شيء ثاني المعترفين يعني جونا متاخرين. قدمنا اداء جيد امام فريق كبير يمتلك عناصر جيده، فريق النجف، كنا الاقرب للفوز، لكن هذا حال كره القدم. جمهورنا يعني احنا بالبدايه نعتذر من عندهم على 3 نتائج الغير ايجابيه. احنا كلاعبين يعني دا نسعى انه نحقق الانتصار، تعرف اول انتصار بالدوري دائما يكون صعب. علينا احنا جاي نجتهد لاعبين. نقول هارد لك لفريقنا، كنا الطرف الافضل بالمباراه، والف حمد والشكر. يعني نقطه من فريق كبير مع النجف ما نسيها، يعني ان شاء الله بنعوض بالقادمات. مثل ما تشوف يعني الشوطين يعني فريقنا كان يعني قدم مباراه مميزه، يعني 3 مباريات مدى حالتنا الحظ. اعتقد بدنا نحصل على فرص، بس احنا مدى نستغل هاي الفرص. يعني والله ما ادري شو اقول لك، هو طبعا اكيد النتيجه هي مؤلمة ومؤثرة علينا كإدارة وكجمهور، وحق الجمهور أنا بالنسبة لي يعني قيل الكادر التدريبي يعني قرار مفاجئ. إحنا ما يعني تقريبا إذا ما يعني تجلس الهيئة الإدارية ويعني وتقرر، ما أعتقد أني يمكن أقول لك أنه في قرار مفاجئ. أكيد يعني أكيد أكو قرار، لكن يعني إحنا دائما يعني نود الاستقرار، ولكن بهيك نتائج يعني أيضا تخليك في خلينا نقول في محك أمام الجمهور وأمام يعني الفريق وامام كل الاعلام وامام الكل. اكيد يعني نخرج في مخرج يعني طيب ان شاء الله في الساعات القريبه او ان شاء الله بكره ان شاء الله. كان اختيارنا بالمحترفين مو زينين، احنا طلعنا احسن 3 كون نجيبهم مكانهم احسن 3. الفريق يشتغل بعشوائيه، الفريق ما عنده تكتيك ولا تخطيط ولا تنظيم، كدس اكثر من 8 لاعبين بمركز واحد ومراكز نقص ما جاب لاعبين. يابا يا مدرب يا اداره، انت من اخذت الفريق معسكر، اليوم انا بدي اطلع معسكر غير اطلع معسكر فريق جاهز المراكز، انا ما اطلع بفريق نقص. هسه انت رحت معسكر الفريق نقص ولعبات هناك خسرت او اجيت خسرت وما يقارب قرب يعني الدوري، لعبت وديات وهماتين خسرت، وقاعد نقول لك هذا يعني انت ما قاعد تشوف مدرب ويا 7 مساعدين، هاي عقليات ما قاعد اعرف. بين الفريق نقص بمراكز طبعا لا حياه لمن تنادي. اللي تحمل الموضوع مال نادي النجف وسبب تراجع النتائج كلين سببها المدرب هو صاحب الخيار باللاعبين. ها هو انت خرجت المعسكر والمحترفين ما اجوا، زين انت من جيت قبل بدات الدوري بزقيت ب10 ايام، ها المحترفين ما عندك، شلون راح تلعب؟ شلون ينسجم وين اللاعب المحلي بالفريق؟ حصدنا ثمار عملنا، العمل كان متعب، كان جاد، فريقنا فريق شبابي، اكثر من 5 لاعبين تحت سن ال20 مو 23،
طبقوا الواجبات، لعبنا مباراة بتركيز عالي الحمد لله والشكر، خطفنا 3 نقاط. هذول الجواهر اللي موجودين اللاعبين الشباب، إذا ما يتواجد الدعم المادي والمعنوي ما راح يكون يصير عندهم دروب، لكن إذا تواجد أنا أبصم بالعشرة بين هذا الفريق راح يكون مثالي بالدوري. ألف مبروك الفوز إلنا والكادر التدريبي وهذا الجمهور الوفي، جاء من محافظة على مود يآزر الفريق. يعني هو هذا المتوقع من تلعب وياش فرق شابة، يعني فرق شباب لاعبين يحبون يلعبون يحبون يركضون، يعني من يقول عليك متوقع أنه يقضي المباراة بين نايم بين، وهذا اللي صار ونحمد الله وشكر على كل حال. تعرف مباراتنا يا قاسم كانت يعني مباراة سهلة، بس تعرف هجمة واحدة حصلها وخذوا من عندها جول، واحنا حصلنا يعني فرص محققة يمكن 3 أهداف ما توفقنا بيهن، الحمد لله والشكر، نقول القادم أفضل. مبارك جمهورنا الوفي، إدارتنا، لاعبينا، يعني المباراة كانت صعبة حقيقة، المباراة صعبة، فريق أربيل فريق كبير صح يمر بظروف، الحمد لله والشكر احنا الشوط الاول كنا يعني مو مستوى المطلوب، الشوط الثاني صححنا اوراقنا سجلنا هدفين الحمد لله والشكر، والمهم 3 نقاط. بروك النفط ميسان، الجماهير، الاداريه، الكادر التدريبي، قدمنا مباراه رائعه وجدا يعني فريقنا كان جيد جدا، نطمح يعني مو بس هذه المباراه، نطمح المباراه القادمه نتقدم للمراكز الاربعه ان شاء الله، نفط ميسان هذه السنه غير كل السنوات. الحمد لله الله وفقنا بالمباراه، حصلنا 3 نقاط مهمه وراضينا جمهورنا ان شاء الله، يعني بنوعد القادم افضل دائما، احنا بهمه اللاعبين والكادر الفني والاداري. احنا قدمنا مستوى جيد، لكن هاي كره القدم اذا ما تنطي اخذ منك، احنا ضيعنا ركله جزاء من البدايه وكان نقدر نسجل اهداف كثيره لكن قصرنا في تسجيل الاهداف. دخلنا المباراه بشكل جيد، جاتنا ضربه جزاء ما توفقناش تقريبا، احنا توا لازمنا نديركوا الاخطاء نتاعنا، ما عادش اكو مجال باش نضيع نقاط، نعرفوا 3 مباريات 3-0 متتاليه موجعه. المهم عبد الرضا يستحق ان يكون افضل لاعب في هذه الجوله، سجل هدفين، مهارات فنيه عاليه جدا، كذلك لعب بمستوى ممتاز ولعب باكثر من مركز. مؤمل عبد الرضا كان هو الخيار الافضل بعد تسجيل هدفين وتحقيق 3 نقاط مهمه لفريق نادي الطلبه واعتلاءه للصداره. انا اشوف حسين جبار يستحق ان يكون الافضل هذه الجوله. اختار اللاعب عمار داخل لان المباراه الاولى القاسم قدم مستويات جيده ويستحق هو ان يكون افضل لاعب. اعتقد افضل لاعب في الجوله بدون منافس مؤمل عبد الرضا لما قام به من ادوار تكتيكيه اليوم، تسجيل الهدفين، اللعب ل3 مراكز، لاعب تكتيكي، مبارك للطلبه استقطاب وجلب هذا اللاعب. ارتئيت شخصيا ان اختار 3 أسماء، الاول مؤمل عبد الرضا لاعب فريق الطلبه، وايضا عمار داخل لاعب فريق القاسم، وزاكي محترف فريق الدور، 3 لاعبين قدموا مستوى مميز هذا الدور، بالاضافه الى ثبات الاداء بالنسبه للدورين الماضيين يعطيهم الاحقيه ان يكونون الافضل ومن هذه الجوله.